في التالتة يمين. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وأولى حلقاتنا من برنامج صدى الزمالك. احنا النهارده هنجيب لكم كل الاحداث اللي تهمكم في خلال اسبوع وتهم نادي الزمالك اللي انتوا كلكم منتظرينها، ومعانا هتشوفوا دايما الكواليس اللي مش هتشوفوها في اي حته. هنبتدي بموضوع عبد الله السعيد. من مصادرنا الخاصة داخل نادي الزمالك أحب أكد لكم إن فعلا عبد الله السعيد وقع على الأربع عقود لانتقاله لنادي الزمالك، ودوت كان مفاجأة للكل، لكن مش زي ما الكل قال إن هو ثلاث عقود بس، لا بالعكس ده هو وقع على الأربع عقود، لكن تدخل الشيخ ترك وتدخل عادل القيعي مسؤول التعاقدات في النادي الأهلي، لكن الغريب عندنا إن حسام غالي كان هو ليه نصيب الأسد في إنهاء الصفقة لصالح نادي الأهلي وتجديد عقده. ودلوقتي احنا عارفين ان بكره في خلال ساعات قليله قوي هيبقى في مؤتمر عالمي في نادي الزمالك، المؤتمر ده هيناقش كل حاجه حصلت مع عبد الله السعيد وهيناقشها بالمستندات وبالفيديو. لا انا عادل القيعي كان معايا امبارح في الحفله بتاع الاهرام، قال لي عبد الله وقع هو احمد فتحي، ده عادل القيعي؟ هقول له انت بتكذب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله انا جبت التعدي في النادي الاهلي سنتين، كنت من الاول حابب ان اكون موجود، ظروف يعني خارج عن إرادة الواحد إن هو يعني كانت الموضوع طول شوية، الموضوع انتهى إن أنا موجود في النادي الأهلي وأنا كنت حابب كده من الأول. من جانب تاني عندنا الموضوع الأهم أحمد توفيق، وده كان قضية الرأي العام في الأيام الأخيرة، بالفعل جات لنا مصادر موثوق بيها إن فعلا أحمد توفيق مع النادي الاهلي وقع النادي الاهلي، مع انه عقده لسه بيمتد النادي الزمالك لغايه 2019، وده الغريب في الموضوع، وده اللي هيتم برضه مناقشته خلال مؤتمر بكره مع مرتضى منصور. هل مرتضى منصور هيسمح بده؟ ده الغريبه في الموضوع. لكن في خلال ايام هيبقى في جلسه تاني بين الشيخ ترك وبين عادل القيعي وبين احمد توفيق وبين وكيل اعماله علشان ينهوا الامر، لكن بالفعل الاكيد عندنا ان احمد توفيق استلم كمان مقدم تعاقده. نبتدي ندخل لمصطفى فتحي المعار للنادي السعودي، كان ليه برضه نصيب الاسد الاسبوع دوت، فعلا وصلت لنا معلومات مؤكده من مصادر في نادي الزمالك ان فعلا تم التواصل معاه خلال الساعات اللي فاتت، ان في وفد راح من النادي الاهلي واللي كلف الوفد دوت عادل القيعي والخطيب واللي كلفه الشيخ ترك علشان يتفاوضوا معاه ان هو ينضم للنادي الاهلي. لكن هل الزمالك هيسمح بده مع ان عقده ممتد لسه مع الزمالك؟ كل ده هنعرفه الايام اللي جايه وهنعرف قرار مجلس الاداره مع مصطفى فتحي، وده اللي برضه هيتم مناقشته بكره في المؤتمر. لكن من جانب تاني في المؤتمر بكره هيتم عرض كل التفاصيل اللي حصلت من بدايه من عبد الله السعيد لانهاء، لان في ممكن يبقى مفاجاه مرتضى منصور بكره ان يبقى في لاعب افريقي بالفعل، لان الايام اللي فاتت ابتدوا يشوفوا اكتر من لاعب وابتدوا يدرسوا مين اللي ممكن يتعاقد مع الزمالك واللي الزمالك محتاجه، لكن الاكيد كله هنعرفه خلال ساعات. انتظروني في الحلقه القادمه مع كل الكواليس اللي تهمكم عن نادي الزمالك. يا تيشيرت العمر اهي ابيض لو رحت